السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. زحمك اخر درس في كملنا المصفوفات والمحددات. هذا اخر درس من المصفوفات والمحددات في الكتاب. انا فرحان اني كملته بعد ما نمشي الباب الثاني. هم عباره عن اربع مسائل، مازال هو سين 8 و9 و10 و11. فنبدا في سين 8. سين 8 اللي هو عندنا 2 و0 و3. قيمة المحدد هذا، قيمة المحدد هذا 2 و0 و3 ناقص 1 و0 و4 و5 و0 و10. قيمة المحدد هذا شو يساوي؟ إما ألف صفر باء بيساوي 2 جيم بواحد. الإجابة واضحة 100% أنها صفر. علاش؟ لأن في واحد من الأعمدة، لما يكون واحد من الأعمدة كل أصفار أو يكون واحد من الصفوف كل أصفار، قيمة المحدد بتساوي صفر. خلينا نشوفوه احنا من المنظور الثاني ونحلوه. بما أن هذه موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب، نختار عناصر القطر هذا ونحل المحدد. إذا ناخذ كأنها صفر ونضرب في المحدد دغري صف وعمود، ولي ناقص 1 و4 و5 و10 زائد 0 نضغي صف وعمود، نضغي صف وعمود، ولي 2 2 و3 نضغي صف وعمود، 2 و3 و5 و10 ناقص 0. لاحظوا ان كل اصفار تمشي صف وعمود، ولي 2 و3 وناقص 1 و4. لاحظوا ان هذا كل اصفار صفر صفر صفر. فهنا تحققنا ان لما يكون احد الاعمده او المصفوفات او احد الاعمده او احد الصفوف كل اصفار، معناها قيمه المحدد بتساوي صفر. انت ممكن ما تعرفش تحل عن طريق الصف الثاني او العمود الثاني، فخلينا نختار العمود الاول اللي هو حنعرفه موجب سالب موجب ونحله. 2 نلغي صف وعمود، نلغي صف وعمود، واللي عندي صفر وصفر واربعة وعشرة، ناقص صفر في المحدد بتاعها يمشي صفر طول الجذور النيرون، زائد ثلاثة في شيء نلغي صف وعمود، واللي ناقص واحد وصفر وخمسة وصفر. لاحظوا ان لما نحل المحدد هو اثنين قيمة مضبوط، اثنين مضروبة في شيء صفر في العشرة صفر ناقص صفر، إذا صفر ناقص صفر، واثنين في الصفر بتساوي صفر، زائد 3 ناقص 1 في الصفر بصفر ناقص صفر، إذا تولي 2 في الصفر بصفر زائد صفر، إذا المحدد بيساوي صفر. واضح العملية. فدائما لما تشوف أنت صف أو عمود كل أصفار، قيمة المحدد بتساوي صفر. حللناها بطريقتين، حللتها لما اخذت الصف هو، قصدي العمود هو، وحللتها لما اخذت الصف هو. لاحظ أن كله بيساوي صفر، وهذه هي إجابة السؤال. فإذا دي محطة قاعدة، لما يكون صف أو عمود كل أصفار، معناها المحدد بيساوي صفر. نمشي المثال اللي بعده. إذا كانت ألف تساوي سبعة ناقص اثنين واحد واحد سين أربعة ثلاثة ناقص ثلاثة ستة زائد سبعة ناقص اثنين واحد خمسة تسعة واحد ثلاثة صار ستة تساوي 14 ناقص أربعة عين ستة واحد خمسة ستة ناقص ستة 12. كويس. لاحظوا هنا لو نشوفوها كويس، لاحظوا ان هذا شمعة مع هذا، 7 زائد 7 بتساوي 14 صحيحة، ناقص 2 ناقص 2 ناقص 4 كويس. معناها كيف هو واضح هنا 1 زائد 5 بتساوي 6، كيف هو واضح هنا ان هذا شمعة مع هذا بيساوي هذا، معناها كل عنصر يعني 7 7 قلنا زائد 7 بتساوي 14 هي مضبوط، معناها احنا جمعنا هذا مع هذا. فلاحظوا العناصر المجهولة تو اللي هي سين، سين زائد 9 بتساوي 1، سين زائد 9 سين زائد 9 بتساوي 1،
نرفع تسعة طرف الآخر إلى السين شو بتساوي؟ بتساوي واحد ناقص تسعة بناقص ثمانية، هذه قيمة سين. لاحظ وهذا واحدة ثانية، ستة زائد ستة بتساوي 12، معناها احنا تأكدنا أن جميع العناصر لما تجمع هذا مع هذا يعطيك هذا، طلع لك قيمة سين. ناقص ثلاثة زائد صاد شو بتساوي؟ بتساوي ناقص ستة. ناقص ثلاثة زائد صاد بتساوي ناقص ستة. نرفع الناقص ثلاثة طرف الآخر إلى الصاد شو بتساوي؟ ناقص ستة زائد ثلاثة بتساوي ناقص ثلاثة. بتساوي ناقص ثلاثة. آخر وحدة اللي هي العين، واحد زائد واحد بتساوي عين، واحد زائد واحد بتساوي واحد زائد واحد بتساوي عين. إذا العين شو بتساوي؟ بتساوي اثنين. إجابة سؤال الأول هي اللي هي ألف، لأن ألف أعطيها لك ناقص ثمانية وناقص ثلاثة واثنين، إذا الإجابة هي ألف. كويس، ننتقل للتمرين اللي بعده. كويس، إذا كان ألف وباء مضروبة في أربعة وثلاثة تساوي ناقص أربعة وناقص ثلاثة وأربعة وثلاثة، فإن قيمة ألف وباء على التوالي هي ألف واحد وناقص واحد، باء ناقص واحد وواحد، جيم صفر وواحد. كويس، تمام. إذا عندي ألف وباء وأربعة وثلاثة تساوي ناقص أربعة ناقص ثلاثة وأربعة وثلاثة، لنضرب توا ألف في الأربعة بأربعة ألف، ألف في الثلاثة بثلاثة ألف، باء في الأربعة بأربعة باء، باء في الثلاثة بثلاثة باء، ضربنا ضرب عادي تساوي ناقص أربعة وناقص ثلاثة وأربعة وثلاثة. كويس، إذا أربعة ألف بتساوي ناقص أربعة، أربعة ألف بتساوي ناقص أربعة، ومنها ألف بتساوي ناقص واحد، معنى قيمة الألف. أربعة باء بتساوي أربعة، أربعة باء بتساوي أربعة، إذا باء شو بتساوي؟ باء بتساوي واحد. إذا الألف بتساوي ناقص واحد وباء بتساوي واحد، اللي هي هاي الإجابة هي باء. بإمكانك إحنا سوينا هذا وهذا، بإمكانك تساوي هذا وهذا، حيطلع نفس الحل. وهذا هو إجابة السؤال. السؤال اللي بعده هو اللي هو السؤال الأخير، حل المعادلة 3 في افتح مصفوفة 1 و 4 و 0 و 5 ناقص س تساوي 2 س زائد 0 وثلاثة وناقص واحد واثنين هو س بتساوي ثلاثة وخمستاش، صفر وسبعتاش، باء اللي هي ثلاثة على خمسة تسعة على خمسة، ستاش على خمسة ثلاثاش على خمسة، جيم اللي هو ثلاثة خمستاش واحد سبعتاش. كويس، فاحنا ايش نديروا هذه المصفوفات؟ احنا ايش نبغى نديروا؟ نبغى نوزع الثلاثة الداخل، تتوزع الثلاثة اللي هذه توزع اللي هذه، إذا شنو تولي عندي؟ تولي عندي ثلاثة، واحد ثلاثة في الواحد بثلاثة، ثلاثة في الأربعة ب 12، ثلاثة في صفر بصفر،
3 في 5 ب 15 ناقص 3 سي تساوي 2 سي زائد 0 و 3 وناقص 1 و 2 كويس. توا شو نديرو؟ توا نرفع هذه للطرف هذا ونرفع هذه للطرف الثاني، تولي عندي شني؟ تولي عندي 5 سين. لما رفعت الطرف الاخر تولي بالموجب، تولي موجب 3 سين زائد 2 سين هي 5 سين. بتساوي شني؟ نرفع الطرف الاخر تولي عندي 3 و12 و0 و15 ناقص، لان بالموجب اللي ناقص ناقص 0 و3 وناقص 1 و2. كويس، خلي لمسة حالي وعرفنا كيف نقلنا، ننقلوا هذه هيك وهذا ننقلها الجهة الثانية، تولي هذه بالموجب وهذه تولي بالسالب، أنا بس رحت حطيتها في اليمين وتلي في اليسار. كويس، لمسة حتى هذه. وقالت لي هيك اللي هي 5 س، هذه نكتبها بالشمس الخلطية، 5 س شو بتساوي؟ بتساوي 3 و12 و0 و15 ناقص 0 و3 وناقص 1 و2، ونمسح هذه مش نقدر نشبحها. كويس، ننقص هذه من هذه، تولي 5 س بتساوي ننقصهم 3 ناقص 0 و6 ب3، 12 ناقص 3 ب9، صفر ناقص ناقص واحد بواحد، 15 ناقص 2 13. احنا نبغوا س، فنقسم على الخمسة، نقسم على الخمسة، نقسم على كل عنصر من عناصر الداخل على خمسة. تمشي خمسة على خمسة، إذا يولي ناتج 3 على خمسة، و9 على خمسة، و1 على خمسة، و13 على خمسة، اللي هي إجابة ب، اللي هي هذه. اللي هي إجابة هذه. اللي هي عفوا في حاجه بنشوفها هذه غلط، هذه هي مش 16، هي هذه بتساوي واحد واحد على خمسه، او خلينا نتاكد، خلينا نتاكد شويه بس نشبحها ثلاثه، ايه هو غلط غلط، فهذه واحد على خمسه، واحد على خمسة، لأن لاحظوا صفر ناقص ناقص واحد بموجب واحد ولي واحد، ولو نقصر على خمسة ولي واحد على خمسة، ثلاثة على خمسة، تسعة على خمسة مزبوط، واحد على خمسة و13 على خمسة، فصلحوها في الكتاب وديروها واحد على خمسة مش 16 على خمسة، وهذا هو إجابة الفيديو هذا. شوف الوقت كويس، هذا بالنسبة لي على الفيديو، أتمنى تكونوا قد استفدتم معنا في هذا الدرس، على أمل اللقاء بكم في الباب الثاني هو باب المتطلبات. الحمد لله كملنا المصفات على خير، اخذت مني يومين ان شاء الله، نبدا في المتطلبات ونمشي لعند نهايه الكتاب ان شاء الله بعون الله تعالى. شكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.